السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في عدد جديد من صالح جدة اللي حنتكلموا فيه على ظاهرة التأخرات. وبهذا اللي حنسألوا الجزائريين واش هي الأعذار اللي يقدموها كي يلحقوا متأخرين عن العمل. ما نطولش عليكم، خلونا نحصوهم ونشوفوا آرائهم. تابعوا معنا. راه نكذب وراه نعطيهم الصح. لا بريبار نكذب، البيس دير الروطار سيركيلاسيون، راك شايف هذه هي القهوة. ما كاش منها. أنت تكون رقد في الدار. أنا نكون راقد، أنا نضرب برقد، أنا غير 9 12 10 دقيقة، ومن بعد نقولوا البيس دار سيركيلاسيون. راك تشوف الجزائر معروفة بسيركيلاسيون. لي روطار لازم يكونوا باسكو لومبوتياج ريان يتيدي في البلاد هذه. باسكو أنا واحد اليوم يهضر، أنا شوفور نخدم شوفور. ما نكذبش عليك، دونك إلا كان رحت روطار والديفو تاعي سبة باينة، واش راح نقول؟ راح تقول بلي سيركيلاسيون كريفات لي روضة هكذا يا منايا، باش ما راك تعرف باش ما ايه دوك على بالك. لو كان تهضر الصح بلي شغل رقد شويه وكذا يزعفوا عليك كذا، كاين مزيره عليها، كاين اللي كل واحد وكيفاش. غادي يبغى لحقت روطار، لحقت روطار واش عبيتني نقول لك؟ راح نكذب عليهم، ما نقدرش نكذب عليهم. وسرا سرا دي فوا كومبرومون، دي فوا تنوض ثقيل ماكش فاريها، ما جيتوش دروحك تلقى الوقت فاتك. وديما يقول لك خليني نزيد نص ساعه، ديك الساعه هذيك نرقد فيها يقول لك مازال حالي، يقول لك فهمني كيف. كي تلحق الخدمه يقول لك علاش جيت روطار، تقول له ترونسبور ما كاش ولا ترونسبور ولا قول له فوالا، نقول له باسكو علاش، نقول له بلا اللي رانا فيها هي تقول هكذا باسكو علاش، على السيركيلاسيون ترونسبور اللي رانا فيه شغل هما اوبليجي شغل باينه بلي تلحق روطار. هادو مفروغ منهم، هذاك تاع لي ماناتش بكري ولا كوم كوا قال لي تينيرار البيس بدل لي تينيرار تاعو ولا راك فاهمني؟ كاع يحكيو الصح ولا يكذبوا في لي زيكسكيوز تاعهم. يا خونا نكذب، انا نهضر على نفسي، انا نقول الصح. نقول رقدت واش راح يقول لي؟ لا ما قاليش بصحتي، انا في نفسي نقول الحمد لله. هذا واش تربح؟ قول بصحتي. بصحتي يا اخو رقدت، تسمع كاين زوج حوايج ولا ثلاثه نزيدوها وحده، ولا لبست لبسه انت عجبك بصحتك، ولا كليت ماكله تشفى عليها الله يبارك بصحتك، ولا صحت لك رقده ترقد رقده شابه كيف بصحتك يا اخو. صحتك وتلحق روطار. ما لقيني نلحق روطار، وراه المشكل يا اخو. نورمال لحقت روطار، لحقت روطار، رانا ديجا في الروطار 50 بالك ان سياكل دو روطار، راح جينا تحاسبني على 4 ساعة. هذا الاول هو ترونسبور، سي ترونسبور زعما سوت بريفي هو الاساسي اللي راه يدير الروطار. يعمر المتهم الاول. يعني هو الاول صح. وتجي تمالا كومبرومون، كومبرومون الثانيه شغل ولا جرجر يحبوا يرقد تحت لا دني مينيت، وبعد يقول لك يسيب هذا يعود يسلك به روحه، يعني يقارن هذه في هذه باش يهذا روحه في الخدمه. بون يجي الروطار يقول لك بون ريفي ما صوناش ما نوضش بكري. على كل حال باينه لي جون تاع دوكا كيباتوا في انترنت يدوروا الصباح ما يقدرش ينوض هكذا، وكيما كي ينوض الصباح ينوض كاع مكرفس مديمونتي كاع، باكي ترقد 3 ساعه 4 ساعه ما يكفيش. ان جي لي فو موان 8 اور دو سومي او موان. على كل حال عباك حنا الجزائريين كي نروحوا روطار ليسكيز تاعنا واش هي؟ الا كان شوفور يقول لك سيركيلاسيون، ولا كان يروح في البيس يقول لك راه ما جاش البيس روطار كذا من هنايا وكذا ابا ليكسكوز كاع برينسيبال سي لا سيركولاسيون، باسكو هنا في الجزائر انفان اون جينيرال كاع لي 48 ولايه دوكا كثروا لي فواتور، و لا سيركولاسيون هي كي امبيش الانسان يلحق بكري للخدمه. نقول لهم الحقيقه، انا حاجب الله الحرام ما نكذبش. والحقيقه واش هي؟ والحقيقه انني مانيش علاش اللي السبب اللي خلاني نتاخر. واش الاسباب اللي خلاك تتاخر انت؟ بزاف كثيره كد، واحد مريض في العائله، طفل مانيش عارف نشري له الدواء الى اخره، ضيف جاء لازم نقضي له به ونروح للخدمه باش الضيف هذا يستقبلوه الى اخره. تدخل روطار فونكسيون سور لو سالير باينه، ينحي لك سور لو سالير، كي نحي لك مره ولا زوج تحس ما زوج تاع كونسيال. الروطار هذايا ولات ظاهره، ولات ظاهره، الناس كاع يلحقوا روطار الخدمه، سواء حتى في المسيد سي بوم دي بروف في المسيد معلمين نورمالمون ايل سون سونسي يلحقوا في الوقت، سي بوم يلحقوا روطار. واحد ديجا كي نوض صباح ربي، كي نوض صباح نوض جي جيست، ما كانش هذيك زياده ولا بصح شنو الحق دوكا لا فيريتي. مع تاقلمت في الخدمه دوك الحمد لله نوض دائما الافونس، نسخن لك الروسه بعقلي كذا من هنايا الحمد لله دوكا شغل والف. لحقت روطار سوا ما صبتش ترونسبور هكذا، المهم ترونسبور باش نروح لخدمتي
سواء عندي واحد في بون بعد ما نهضروا بعد ما مزوج عندي واحد في ولادي مريض ولا عندي عذر يعني فالاب باش المونكي سينو جامي. انا مدارين الحق في الروتار في الخدمه. شنو السبب ديال العذر ديالك؟ انا السبب العذر ديالي هو في النقل خويا العزيز، هو في ترونسبوندر كي باش تركب في البيس، تركب في البيس يضرب بيك ساعه ونص في لاريز وسوايع في لاريك، فهمني كيفاش؟ شغل انت باش ما تنوض على البكري ولا ما تنوضش على البكري تدخلش على البكري، سما بينك اوفيسيال بلحتي ديك السيركيلاسيون. في صاريف دي فوا وين لازم الواحد يدير روطار ام تي دي كاروش زعما تاع 10 مينوت ولا ان كاردور. بصح انا نهضر بيرسونالمون على نفسي، انا نقول لي جيستيفيكاسيون تي قال توجور كاين لو اسمه اللي السيركيلاسيون. كنت ديليغاسيون خدمت مع قطريين. اي با كنا في لوتيل، بون ما سموش لوتيل، كنا في لوتيل غدوه من داك نورمالمون يعطيني رونديفو، قال لي على 10. كي قال لي على 10 كيفاش جابها لي؟ قال لي شوف يا استاذ عمر، قال لي غدا ان شاء الله على الساعه 10 بتوقيت غرينش مش بتوقيت الجزائر. فهمتني؟ شغل هنا هو ما في جيل الجزائر على باله باللي يتسمى شغل حنا متاخرين على العمل، دائما متاخرين و بيان سير يولي لك البروبليم، تجي مره زوج في الشهر دا مي بصح باش تجي شاك جور يعني يوميا، انا جو بونس بلي هذا غير مسموح. انا الاولى وليدي، انا الاولى. لا لا جامي، انا سيبوني واقفه. جامي جامي. انت تعسي صحاب الوطا؟ والله العظيم انا نعس صحاب اللي جو روطا. مشاهدينا الكرام، كما شفتوا معنا ظاهره التاخر عن العمل تبقى دائما عاده ملازمه عند الجزائريين، والعذر لازم يكون. دائما نفكركم اذا حبيتوا تواصلوا معنا ما عليكم غير ترسلونا على البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه. بعد ما بقى لي غير نقول لكم خوفيه البنا مصالح جدا، ونتلاقاو غدوه ان شاء الله في موضوع جديد. سلام.